بيقول لكم كل يوم في اخطار بالبلد، الفرس هاجمين، ولايه الفقيه راح بتسيطر على لبنان. امبارح حلفتكم وكل يوم بحلفكم الكم، بس تسمعوا حدا عم يحكي عن ولايه الفقيه يسال شو معناتها وشو هي وشو بتحتوي ولايه الفقيه. ان ناتي ونقول قيادتنا وإدارتنا وولاية أمرنا وقرار حربنا وقرار سلمنا وكذا هو بيد الولي الفقيه.